في فنانين بيكون ليهم عبقرية وحضور من نوع خاص جدا، بتفضل أعمالهم ليها تأثير كبير بيضاف يوما بعد الآخر لقوة مصر الناعمة، زي مثلا الفنان العظيم نور الشريف. النهاردة ذكرى ميلاد نور الشريف، وأعتقد أن معظم الأدوار اللي قدمها الراحل لسه عايشة في وجدان جمهور ومحبيه، وخصوصا الأعمال الدرامية اللي قدمها على مدى سنوات طويلة. يعني مش معقولة لحد النهاردة احنا بنتفرج على كل أفلامه. صحيح. لأن عايش في جلباب أبي مهما عدى السنين ومهما نزل في مسلسلات لسه الناس بتتفرج عليه في 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 العيد، وبقى خلاص حاجة مقدسة عند كل المصريين. صحيح. احنا النهاردة بنحتفل بذكرى ميلاد الفنان نور الشريف، خلونا نقرب أكتر من حياته والمحطات الفنية المهمة اللي شكلت جزء كبير من عبقرية نور الشريف. معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي والناقد الفني السيد سلام. صباح الخير على حضرتك، أهلا بيك. صباح الفل، كل سنة وانتم طيبين وكل الشعب المصري والأمة العربية كلها يا رب بخير. أهلا بيك يا أستاذ سيد. وقبل ما أخش في الدراما بتاعت نور الشريف علشان يعني نتكلم عن عظمته، أنا عايز أبدأ بالسينما. السينما عندنا 7 أفلام من أعظم 100 فيلم أنتجتهم السينما المصرية، منهم سواق الأتوبيس، حدوتة مصرية، الكرنك، أهل القمة، بنتكلم في علامات. هل هذا الأمر أتى صدفة؟ لا، هي مش صدفة. نور الشريف نوعية من الفنانين اللي كان عنده ثقافة خاصة. الفنان دايما لما بيطلع بيبقى عايز يبقى مشهور وعايز يعمل فلوس وعايز يعمل كذا. لا، نور الشريف كان نوعية خاصة من الفنانين اللي هو عنده الفن كانت هو هدفه، كانت السينما هدفه، كان علاقته مثلا بنجيب محفوظ كانت قوية جدا، كانت علاقته بكل كتاب وأدباء مصر ومخرجين مصر علاقة قوية جدا. في نقطة معينة لو انت نظرت إليها هتحس ان قيمة نور الشريف الحقيقية، قيمة نور الشريف الحقيقية كانت في قدرته على قراءة الأدب المصري، وأنت لو قعدت معاه تلاقيه مطلع على السينما العالمية بشكل كبير جدا. يعني أنا لما أجي أحاور نور الشريف النهارده ألاقيه دخلني في سكك تانية عن السينما الهندية، عن السينما الأسبانية، عن السينما الأمريكية، عنده قدرة على الاطلاع مش موجودة كانت عند، سامحوني، عند أي فنان مصري. كان مثقف قوي، كان بيحب يطلع على كتب كتير أو بيقرأ كتب كتير. ده بينفع الممثل، بيعمل له مرجعية انك انت ازاي لما تيجي تعمل شخصية السواق لازم تدور تشوف، الله، ده بيجي له في الذهن على طول شخصيات اراها هو في الادب الامريكي، الادب العربي، ايا كان فين. نور الشريف انت ذكرت 7 أفلام فقط من الافلام المذكوره كاهم افلام في تاريخ السينما المصري اللي هي الموسوعه اللي صدرت في التسعينات. لا، نور الشريف موجود في كل مخرج، كل مخرج هتلاقي فيه. لو رحت عند علي عبد الخالق هتلاقي من افضل افلام علي عبد الخالق هتلاقي نور الشريف، لو رحت عند محمد النجار هتلاقي بدايات محمد النجار مثلا الله يرحمه كانت نور الشريف، هتروح عاطف الطيب هتلاقي نور الثاني. مين فيلم اقرب المخرجين لقلب نور الشريف الله يرحمه؟ كان عاطف طيب. اقرب لسبب ما لسبب ما. عاطف لما بدا بالغيرة القاتلة ولم يحقق الفيلم نجاح كويس جدا، وعاش حالة اكتئاب عاطف الله يرحمه يعني حبيبي في الفترة دي، إلى أن محمد خان قال له خد الفكرة دي بتاعت سواء الأتوبيس، أنا مش مصري قوي يعني، فدي شعبية قوي ممكن يا يعني عاطف تشتغل عليها. اشتغل عاطف على فكرة سواء الأتوبيس بشكل كويس قوي، وكان في دماغه نور، فتحققت المعادلة بشكل غير عادي، فأنقذ عاطف الطيب. عاطف كان خلاص يعني خلاص عملت الغيرة القاتلة، ومع ان حذروه قالوا له القصة قد لا تكون يعني مناسبة، وانا سعيد شيمي صديقنا قال لنا الكلام ده، لكن نور نجح جدا جدا مع عاطف في حاجات كتيرة قوي، كان من ضمنها سواء الأتوبيس، حتى لما عمل ليلة ساخنة خد بالك كانت الفكرة نفسها قريبة سواء أتوبيس، فنجح مع عاطف، كان قريب منه، كان فاهمه، مع ان عاطف كان بيفضل زي ما كان يقول لنا نور يفضل احمد زكي مثلا، مش يفضله على عاطف، يفضل احمد زكي كانه بيديله زي ما بيقولوا كل اللي هو عايزه. صحيح. وفعلا يعني احمد زكي كان بيدي عاطف او يدي اي مخرج كل اللي هو عايزه، في شخصيه متركبه من مفردات معينه لا تنقص المفرد شيء، ياخد كل حاجه منه، شخصيته في اللبس، في الاداء، في الحركه، في التصوير، في توصيل المعلومه، في توصيل الرساله، كل ده كان بيوصله احمد.
عاطف كان بيحب الاثنين دول لكن ممكن يفضل احمد عن طب عن طب نور. طب خلينا ننتقل للدراما. يعني عندنا اتفضل. عندنا عائلة الحاج متولي، عندنا لن اعيش في جلباب ابي، عندنا كوميكس حتى الان على السوشيال ميديا ما بين فاطمة والفنان نور الشريف. بتطلع بين الحين والاخر عبد الغفور البرعي. شوف فانت بتتكلم في حد يعني رغم سنوات طويله مرت على هذا العمل الفني ما زال باقي، ما زال مؤثر. السر ايه يا فندم في الاعمال الدراميه وخصوصا اللي يعني اختتم بها نور الشريف مسيرته؟ نور الشريف انسان شعبي جدا جدا جدا، بمعنى انت ممكن تلاقيه في الحسين، ممكن تلاقيه في الشبرا، ممكن تلاقيه قاعد معاك انت على القهوه، ممكن تلاقيه ده بيخلي الفنان بيمتص الحاله الشعبيه المصريه وبيتعامل معاها. لما يجي يقدم شخصيه زي البرعي ده من ما ينفعش كده. ده راجل راح السبتيه، راجل راح عارف ازاي يجيب المسامير، ازاي يتاجر في الحديد، عارف ازاي يعمل التركيبه دي، واعتقد التركيبه دي هو عارف مين ده. شخصيه حقيقيه مش شخصيه وهميه. يعني لما اشتغل مع عبد الرحمن ابو زهرة صبي في البدايه هو عارف شغال مع مين وعارف الشخصيه بتاعت مين، وبيتكون عنده في ذهنه انه هيبقى رجل اعمال ازاي، بس رجل اعمال على طريقته الشعبيه. العلاقه بينه وبين بتاعته الكشري لا، ده علاقه ناس مصريين 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 وهتعيش طول يعني عمرها لان ده جوانا. رحم الله الفنان العظيم نور الشريف اللي امتعنا باعماله على مر السنين، وهنكمل ولسه بنتفرج على اعماله لحد اليوم. كل الشكر ليك الناقد الفني سيد سلام.